السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت مهتم بالبودكاست او بتسجل اوديو كتير او صوت كتير فالموقع ده هيبقى ممتاز جدا بالنسبه لك. الموقع ده عباره عن ايه؟ لو انت مثلا بتسجل اي بودكاست هو ممكن يشيل لك الدوره اللي فيه، حتى لو انت عندك انقطاع في النت او النت فيه ضعف هو يقدر انه يسجله بشكل كويس ويحطه لك على الكلاود، يقدر انه يحول لك الصوت اوديو تو تكست، الفويس تو تكست، الام بي 3 تو تكست وهكذا. في الامكانيات ديت، في امكانيات خاصه بالتسجيل الريكورد، ممكن تسجل اكتر من حاجه وتقدر ان انت ترتبهم مع بعض وتنظمهم مع بعض، تقدر ان انت تسجل اوديو بوك وينظموه لك بشكل كويس مع بعض. ففي شويه امكانيات كويسه جدا، حتى في الفيديو في ان انت تقطع فيديو وتشيل جزء منه، تعمل كروب للفيديو وهكذا، تعمل ريسايز للفيديو. لو انت عندك باك جراوند خلفيه صوتيه فيها مشاكل يقدر يحذفها. ففي شويه امكانيات كويسه جدا الموقع ده.